السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض حالات النفروباثولوجي. وصلت معكم الحالة رقم 17. نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريض كوكيجين أبيض، عمره 62 سنة. في عنده قصة بدأت من أسبوعين تقريبا. في عنده لو جريد فيفر، حرارة، ألم عضلي، سعال، نقص بالوارد الفموي. في عنده شح بولي حديث مع مرة وحيدة من جروس هيماتوريا، يعني عنده بيلة دموية عيانية. المريض من 5 أيام كان شافه أحد الأطباء، كان أو راجع أحد الأطباء وأخذ علاج بالسيبروفلوكساسين، اعتبره إنتان بولي، وما استجاب. بالتحاليل الدموية في عنده قصور كلوي حاد، الكرياتينين وصل 8.6، رقم كبير. الألبومين 2.5، الكوليسترول 113، الهيماتوكريت 31، الكريات البيضاء 11000، والصفيحات 452000. بسوابق المرضية في عنده ألم أسفل ظهر مزمن، أو ألم أسفل ظهر مزمن تماما. فما عنده قصة سكري، ما عنده قصة ارتفاع ضغط، ما في بدانة، ما في استخدام لل، ما في تدخين. المريض بياخد انسيدز او يعني مسكنات غير استرويدية مشان ألم أسفل الظهر، اللي هي أدوية اوفر ذا كاونتر بتكون. بفحصه السريري او بفحص السريري، ضغط الدم عنده 146/79 مرتفع، ما عنده وذمات بالطرفين السفليين، ما عنده تظاهرات جلدية. صورة الصدر عنده كانت طبيعية او unremarkable. فحص البول عنده كان فيه بروتين 2+، في عنده كريات حمراء كثيرة اكثر من انه تنعد، بعض او قليل من الكريات البيضاء. التحاليل المصلية كان عنده نيجاتيف ANA، وكان عنده C3 وC4 كانوا نورمال. طبعا لما بنقول C3 وC4 نورمال، فهذا بيبين في امراض اللي بتنزل فيها المتممات، مثلا الذئب مثلا بينزل المتممات فيه، مع التهاب الكبد C مثلا، الكرايوغلوبينيميا بينزل المتممات فيه، الاعتلال الكلية بالC3 لحاله بينزل C3 اللي هو الترناتيف باثوي. فنحن فحص المتممة باحد، قرأت باحد الكتب، ويعتبر حجر رشيد بالنسبة لالتهابات الكبد والكلية، بمعنى اخر انه هو مفتاح لتشخيص التهابات الكبد والكلية، سواء كان طبيعي او منخفض C3 وC4، او C3 لحاله نازل بيغير من طريقة تفكيرك او باتجاه التشخيص. التحاليل المصلية الثانية كانت pending بعد ما طلعت النتائج، ونعمل له بوقت اجراء عمل الخزعه الكلوية، فحاليا هي النتائج فقط اللي عندي. هذا السلايد الاول، بعطيكم 5 ثواني. هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث الإيمينوفلوريسنس للآي جي جي، هذا السلايد الرابع إيمينوفلوريسنس للفايبرين، وهذا السلايد الخامس الإلكترون مايكروسكوبي المجهر الإلكتروني، وهذا مجهر إلكتروني ثاني. والسؤال: ما هو أفضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو بوزي إميون نيكروتايزينج أن كريسينتينج جي إن، التهاب كبد وكلية ذو الأهلة نخري قليل المناعيات، هل هو أو فقير المناعيات، هل هو ممبرينس نيفروباثي اعتلال الكلية بالغشائي، هل هو أنتاي جي بي إم نيفرايتس التهاب الكبد والكلية بأضداد الجي بي إم أضداد الغشاء القاعدي، هل هي هينوفشن لاين بيربرال نيفرايتس اللي هي اعتلال الكلية بهينوفشن لاين، او التهاب اللي بيسموها اللي صار اسمه اي جي اي فاسكولايتس اذا بتتذكروا محاضرة الاي جي اي، هل هو ليبوس نيفرايتس اللي هو الذئب. بعطيكم وقت لتفكروا، ننتقل لقراءة السلايدات وبعدين بنعطي التشخيص. بنبدأ بقراءة السلايد الأول. بداية هذا الملون هو السيلفرستين اللي هو الملون الفضة اللي بيلون الغشاء القاعدي ومحفظة بومان باللون الأسود أو الأسود تماما. لاحظوا أنه في عندي بداية تشكل كريسنت، في عندي هلال
إضافة لهذا اللون الأحمر اللي شايفينه هو نيكروسيس، هو عبارة عن تخرب بالكريات بالخلايا بالإندوثيليا سيلز والماتريكس، وفي عندك ديبوزيشن للفايبرين. فهذا هو النيكروس. ما شرحته لما حكينا الألفابت تبع التهابات الكبد والكلية، لأنه ربما هذا نوعي جدا للكريسنتيك جي ان، فذلك حبيت أجله شوي لحتى نحكي بهذا المرض. فهون عندي أول شيء الكريسنت إذا شايفينه مثل ما حكينا، وفي نيكروسيس بقية الكلية أو بقية الكبة أنا ما شايف فيها مشكلة كبيرة. مرة ثانية غيش الملون هو السيلفرستين، لاحظوا انه هون انا عندي الكريسنت محاوط الكبة، هو سيركمفرنشال يعني محيط فيها كاملة، التفت مضغوطة للمركز، ولاحظوا انه غشاء القاعدي متمزق رابتشارد، لاحظوا بومان حتى رابتشارد، يعني الكريسنت طالع خارج محفظة بومان. فهذه مميزات للكريسنت الحقيقي، بينما السودو كريسنت إذا تذكروا محاضرة الـ HIV نفروباثي بيعملوا سودو كريسنت، بيصير في عندك تكاثر خلوي بس ما بيكون في تمزق بالغشاء القاعدي، وهذا بيميزه عن الترو كريسنت الهلال الحقيقي اللي بنشوفه بهذا المرض. هذا immunofluorescence الـ IgG، لاحظوا أول شيء إنه في عندي تمزق بالغشاء القاعدي، انتبهوا هاي النقطة. بيريكابيلاري I would say بيريكابيلاري، إضافة إلى أنه ما في النموذج هل هو لينير ولا جرانيولر، هذا لينير ما هو جرانيولر، مو هو منقط، لاحظوا أنه خط مستمر، فهو لينير ديبوزيشن of IgG بيريكابيلاري مع رابتشر للبيزمنت ممبرين. هذه الفايبرين بوزيتيف بمكان توضع الكريسنت نفسه، لاحظوا هذا الكريسنت التف مضغوطة للمركز. هذه الالكترون مايكروسكوبي ماني شايف في ديبوزيشنز، ممكن يكون في عندي فود بروسيس افيسمنت حقيقه بسبب الاذيه، اذيه شديده طبعا، بس ماني شايف في توضعات مناعيه بالغشاء القاعدي. الصوره ما كتير مثاليه بس هذا هو قراءتها. المميز هون ربما هي صوره رسم حقيقه اكثر من حقيقه، بس التمزق الغشاء القاعدي صريح انه الغشاء القاعدي متمزق، وهذا مره ثانيه بيميز الكريسنتيك جي ان. فالتشخيص لحد هلا هو necrotizing and crescentic glomerulonephritis، نفس اللي حكيته تقريبا، تمزق الغشاء القاعدي، النيكروسيس اللي شفناه، الكريسنت بالسلايد الاول، بالسلايد الثاني كان بالسلايد الاول segmental، بالسلايد الثاني كان circumferential. الاي جي جي كان لينير، هي مهمه كثير، في التمزق شفناه لنا بالامينوفلوريسنس. الفايبرين او الفايبرينوجين كان بوزيتيف بالكريسنت بالامينوفلوريسنس. ما في الكترون دينس ديبوزيشنز، وهذه مهمه ان الفود بروسيس افيسمنت، لانه في اذيه على البودوسايت اكيد. فمع وجود الهاي انتي جي بي ام تايتر، وحتى بدون وجوده مع النيجاتيف انكا، لانه نحن هون قدام كريسنتيك جي ان بدون معقدات مناعيه، فلازم ننتظر الانكا لحتى نشوف شو وضع الانكا ونشوف الجي بي ام. قبل انه نطلع على المناعيات، نتذكر انه الاميونوفلوريسنس كان لينير للاي جي جي، وهذا بيمشي مع انتي جي بي ام، ما بيمشي مع الانكا فاسكولايتس. فالتشخيص النهائي هو انتي جي بي ام نيفرايتس، وبيدعم التشخيص السيرولوجي انه كان الانتي جي بي ام عادي والانكا كان نيجاتيف، لانه حتى لو كان الانكا بوزيتيف ما حيغير التشخيص، حيبقى انتي جي بي ام ربما مع اوفرلاب هو الانكا. يعني مره ثانيه اللي خلاني اقول انتي جي بي ام ما هو السيرولوجي بس، رغم انه واضح انه الانتي جي بي ام كان بوزيتيف، اللي خلاني اقوله هو اللينير اي جي جي ديبوزيشن على الامينوفلوريسنس. بالانكا فاسكولايتس هو بوزي اميون، يعني ما في معقدات مناعيه، ما في مناعيات بالامينوفلوريسنس. مراجعة بسيطة للكريسنت. الكريسنت هو تكاثر خلوي على مستوى البرايتل سيل، اللي هي الخلايا الظهارية المبطنة للبومن من الداخل، هي الظهار الجدارية. فالأذية الشديدة هي أذية غير نوعية بتساوي تكاثر في التهاب، بيوصل للبرايتل بيعمل تكاثر خلوي، بيصير في تحول للخلايا، بيصير الفايبروبلاست بيصير في هون، وهذا الشيء بيضغط الكبة الكلوية يعني بالأخير بيساوي فيها بتروح تماما، ممكن يعمل تمزق بغشاء القاعدي، عفوا ببومان وبغشاء القاعدي.
هذا اللي حكيته نفسه، هو أذية غير نوعية سيفير إنجر، وبالتالي هو ما هو مميز لمرض معين. وجود الكريسنت على الخزع ما بيشخص كريسنتك جي إن. كريسنتك جي إن هو تشخيص نسيجي بحاجة ل على الأقل 50% من الكبد الكلوية تكون مصابة بيكون فيها كريسنت. فوجود كريسنت واحد أو اثنين ما بيعني تشخيص كريسنتك جي إن، لازم يكون على الأقل نصفهم. هذا حسب أحد التعريف، وطبعا هذا شو فيه خلاف شوي عليه بين الباثولوجيست، بس هذا الشيء فيني لكم إياه. الكريسنت ممكن يكون فايبروس اللي هو بالمراحل الأخيرة اللي خلص تليف ما عاد في التهاب أبدا، وهذا الشيء دليل إنه ما عاد في أمل للعلاج. وجود الكريسنت بحد ذاته ما هو مشكلة، ممكن يتعالج. قصدي لو كنا سيلولر أو فايبروسيلولر ممكن يستجيب العلاج، بينما الفايبروس عادة خلص ما حيستجيب. لما بيكون في عندي R rapidly progressive GN، rapidly progressive GN هو تشخيص نسيج، هو تشخيص عفوا سريري، ما هو تشخيص نسيجي. التشخيص النسيجي هو crescentic GN. rapidly progressive يعني في عندي تدهور سريع بالوظيفة الكلوية مع جي ان، مع جلوميرولونيفرايتس، فبيصير تشخيص السريري هو رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس. الباثولوجي تبعه بيكون كريسنتيك جي ان. هذا كلام عام جدا جدا، لا يعني اي مرض محدد. تحت هذا المصطلح اللي هو الرابيدلي بروجريسيف جي ان اللي هو التشخيص السريري مثل ما قلنا، والنسيجي كريسنتيك، في ثلاث مجموعات من الامراض ممكن نحطها تحت هذا الشيء. اما انه يكون الامينوفلوريسنس يعطي لينير للاي جي جي، فهذا بيشخص الانتاي جي بي ام. الانتاي جي بي ام ممكن يكون فقط بالكليه او بالكليه والرئه، بيصير اسمه جود باستشر سيندروم. إذا لقينا معقدات مناعية فممكن يكون هذا واحد من هالأمراض ممكن تعمل في لسة طويلة. بالمناسبة مثلا ممكن يكون IgA nephropathy، ممكن يكون acute post infectious، ممكن lupus nephritis، هذه كلها تتحت الامينو كومبلكس وكلها تتظاهر بكريسنتيك جي ان او RBGN. او إذا ما في شيء بالامينو فلوريسنس كان بوزي اميون، يعني ما في معقدات مناعية او قليلة جدا، يعني بلس 1 احيانا بيعتبروا بيقبلوا فيها، فهذا بشخص الفاسكولايتس اللي هي ممكن تكون واغنر او جي بي اي او ام بي اي او حتى شراك شراوس، هذه كلها مع البوز اميون. وحتى في الكيدني ليميتد، يعني في كلها تحت الفاسكولايتس هذه البوز اميون. هذه لينير، هذه على فرض نحن عم نحكي عن ار بي جي ان وعملنا الاميونوفلوريسنس فقط، هذه لينير الاي جي جي، هذه بتشخص جي بي ام انتي جي بي ام. هذه جرانيولر بيفتح باب التشخيص، ممكن يكون اي جي اي، ممكن يكون ليبوس، حكينا الليستة. وهذا بوز اميون نيجاتيف للاي للاميونوجلوبولين للمعقدات المناعيه، فهذا بيحط تشخيص الفاسكولايتس خاصه بوجود البوزيتيف للسي انكا او البي انكا. جود باستشر هو عبارة عن أضاد للغشاء القاعدي للكولاجين 4 بالذات من الغشاء القاعدي. الكولاجين 4 حكينا بربما بالمحاضرات الأولى انه بيتشكل من الكولاجين 4 الناضج، بيتشكل من سلاسل ثلاثية من اللي بيسموها الالفا تشين، فهي السلسلة الالفا 3 الفا 4 الفا 5 بشكل بيتحدوا مع بعضهم بيساووا لي الغشاء القاعدي الناضج 3 و 4 و 5. لما بيصير في اكسبوجر ل بيسمون نان كولاجين هيد اللي هو تبع الالفا 3 السلسلة الالفا 3 بتشكل اضداد لها وبيصير معي الكوت باستشر. ليش عم يصير هذا الاكسبوجر؟ ممكن يكون انفكشن مثلا احد نظريات، ممكن ممبرنس مثلا يصير التهاب في ترافق بين الممبرنس والانتاج جي بي ام، وممكن يكون فاسكولايتس اي اوكسيدنت مثلا في شيء عم يؤذي الغشاء القاعدي، عم يخلي اكسبوز للسيركوليشن وعم تتشكل اضداد وعم تهاجم هذا الغشاء القاعدي وتساوي انفلاميشن وعم تساوي الكريسنت وما غيره. تذكروا انه البرت مثلا البرت بيكون في غياب لاحد السلاسل هي من الكولاجين 4، فلما بتزرع له كليه احد السلاسل غير موجوده، فرضا هي 5 ما كانت موجوده، بتشكل له اضداد 5 او 3 وبيعملنا الالبرت بيعملنا جود باستشر افتر ترانسبلانت. هيك مراجعه سريعه، وممكن لاحقا لما نحكي عن البرت نحكي بالتفصيل عن الكولاجين كيف يتشكل.
أظن الصورة واضحة. هذه الكل هذه الكبة السليمة، هذه الكبة المصابة، الإصابة سيجمنتال، في نيكروسس هون، وفي عندي كريسنت متشكل، وهذه هي الكريسنتيك جي إن. مثلا هذه مراجعة شوي لبعض الصور الباثولوجي مشان نأكد على الانتي جي بي ام ديزيز. مثلا في عندي سيجمنتال، يعني في جزء من الكبة مصاب أقل من 50%. هذا فايبرينويد نيكروسيس، هذا اللون الأحمر هو فايبرينويد نيكروسيس. لاحظوا أنه لسه ما تشكل الكريسنت هون، هي بداية الإصابة. هذه كريسنت كامل مكمل نص الكبة تقريبا. لاحظوا كيف شكله، شكل الهلال، هذا هو الكريسنت اللي بنحكي عنه. بوجود اللينير ديبوزيشن للاي جي جي، هذا بيحط لي او بيخليني اقول انه هذا انتي جي بي ام حتى يثبت العكس. الانتي جي بي ام ديزيز كثير انذاره سيء، ممكن ينتهي بقصور الكليه سريعا، التحال اقصد، انه يوصل معي للغسيل الكلوي، ممكن ما ينجو من المرض. لابد من علاج هجومي، ما حفوخد بالتفاصيل، بس هذا علاج هجومي، سيكلوفوسفامايد وستيرويد وبلازما فريسس. لاحظوا انه بهي الخزعه عم نطلع على هاي كلها، هذه كبب كلويه، هذه كبه، هذه كبه. لاحظوا انه هي تقريبا توتال سكليروتيك، هذه الكبب، هذا الملون هو الميسن ترايكروم. لاحظوا اللون الازرق معبي الخلال، لاحظوا انه يعني معنى اخر الفايبروسس، التليف شديد، انترسيشال فايبروسس والتيوبولار اتروفي. لاحظوا انه التيوبلز اللي هي الانابيب تقريبا ضامرة بمعظم الأحيان، واللي ما ضامرة ما هي functional، هي simplified epithelium. فهذه لو أنا شفت هذا المريض ونعمل له خزعة وأعطاني الباثولوجيست رأيه، ما غالبا ما حعالجه، لأنه ما في فائدة من علاج هذا المريض للأسف. عم تعرضه بيكونك لخطورة عالية، إلا إذا كان في عنده إصابة رئوية طبعا، بس عم تعرضه لخطورة عالية للإميونوسبريشن بدون ما يكون في أمل أنه تشفى الكلية عنده. بتمنى انه غطيت الموضوع بشكل نقاط رئيسية بتسهل اللي حابب للدراسة او التعمق للي حابب يتعمق. بتشكركم على المتابعة، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك اضافة للشير والسبسكرايب، وان شاء الله نلتقي بمحاضرة قادمة.